مستنيك اهو، سايبك تتكلم براحتك اهو. يعني زمانك بتقول هيتكلم ولا مش هيتكلم؟ انت عارف احنا فين الاول؟ كده انا طالع على ميدان العباسية، في ظهري ميدان باب الشعرية اللي كنا المنطقة اللي عندها باب النصر القلعة، طبعا من جوه وهم. الساعة دلوقتي 12، ميدان عبدو باشا. لا ميدان عبدو باشا ايه يا جماعة؟ ميدان الجيش. اتني وانا بهوى خلصت الصبر معاك، ولقيتني وانا بهوى خلصت الصبر معاك، ولقيتني وانا بهوى. كده هرجع ميدان باب الشعرية تاني، كده مسترد بقى وكوبري مسترد.
وهي غلطة إنما للصبر حدود. كوبري محطة مترو غمرة يا جماعة، فوق كوبري مستورد طبعا، ليها دخل من تحت برضو. ده موقف فوق كوبري مستورد. بص ولا اهم حاجه، مين موقف يا عم؟ امشي يا عم. ما تعالى يا اسطى، يا لهو على البرود. طبعا هنا كده تطلع كوبري اكتوبر، لو كملنا من تحت تكمل شارع بورسعيد. تعالى اطلع كوبري اكتوبر وننزل نازل شبرا. في ناس كانت طالبه مني شارع شبرا وشارع الترعه، اتفرج النهارده مع بعض على شبرا. يعني ادينا بنتفسح مع بعض اهو، اخرجك اهو من المود اللي انت فيه يا كئيب. كده انا على كوبري اكتوبر يا جماعه، اتجاه وسط البلد، اتجاه شبرا، اتجاه رمسيس. دق مهندسين جيزه. كده انا نازل نازل شبرا. احمد بدوي لو كملت على طول كده هطلع على غمرة، ولو دخلت من الشارع ده اطلع على الشرابية. Thank you.
إنها شبرا يا سادة. كده انا في شارع الترعة. خلصت الصبر معاك لا غلطة ومش هتعود.
اوعدك مش هتعود. ومش هتعود لو ان الشوق موجود وحنيني اليك موجود اهي غلطة. واحد برضه ما بتعلمش ببلاش. انما للصبر حدود، للصبر حدود، للصبر حدود يا حبيبي. الله. الله عليك يا ست. كده يا جماعة احنا في شارع الترعة. طبعا ما ينفعش الست تبقى شغالة وللصبر حدود شغالة بالذات والواحد يطلع يتكلم بصراحة. لا دلوقتي كده انا في شارع الترعة وطالع على دوران شبرا ان شاء الله. ناس كتيرة كانت طالبة مني شبرا، شارع شبرا وشارع الترعة، شارع الترعة. النهارده اهو صورنا شارع الترعة وان شاء الله نطلع على الخلفاوي كمان ونتفرج مع بعض على شارع الترعة شبرا مصر. طبعا في شبرا الخيمة برضو بس دي حتة تانية خالص يعني. ان شاء الله هنصور برضو بزيرة بدران. ده النادي يا جماعة، نادي الترعة ميكاديلي. شارع الترعة شبرا مصر. ده سندوتشات ملك الكبدة بس ده التقليد، الأصل فرانسيس، الاصل جنب عربيات محطة مصر، جنب العربيات تلوت الميكروباصات بتاعت اسكندرية. دوران شبرا يا جماعة الساعة 12:10 دلوقتي، الساعة 12:10 كده انا في دوران شبرا. وكمان النهاردة الحد، يعني الشوارع زي ما احنا شايفين كده اجازة اصلا. ده المول اهو بس طبعا قافل دلوقتي، مول الامير. طبعا زي ما احنا شايفين كده الشارع كله كحل. كشك الصحافة. كشك الصحافة، ادب كشك الصحافة. طبعا لو دخلنا من الدوران هنا، لو دخلت يمين خلفاوي ولو دخلت شمال اطلع على ايه، شارع شبرا كمان، ايه وسط البلد كمان، ايه طلعت حرب كمان، ايه ميدان التحرير كده. انا طالع على الخلفاوي. الله 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 الله، يلا كده، يلا 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 يا اولاد الذين. هي الشعبطه دي مش كانت انتهت موضه وانتهت ولا رجعت تاني ولا ايه؟ يا اولاد العيال لازم تتكلم ببلاش. انا هقول لك صحيح،
ده يا جماعه سنترال شبرا، ده مسجد الخزنداره على ايد اليمين دلوقتي. حلاوتك يا شبرا بالليل. بص برضه عايزين مشاهد، يعني الصبح حاجه وبالليل حاجه تانية خالص، بامانه الصبح حاجه وبالليل حاجه تانية خالص. ده اسم الساحل يا جماعه. ينفع كده؟ ينفع اللي انت بتعمله ده يعني؟ عشان في قطع في الرصيف، فايه عايز زربيو بدل ما يروح يلف من الملف يعني. ايوه. طبعا الركنات هنا هي اللي عامله الازمه دي. يعني بص هنطلع عايزين نبص على الزحمه، مش هنلاقي زحمه. كل سنه وانتم طيبين صحيح، بمناسبه المولد النبوي الشريف. كل سنه وانتم طيبين. افتكرونا بقى بعلبة حلويات. اتنين خبطوا بعض. معلم ابو مازن الاصلي السوري اريري ارارورو. والله انا كنت عايز احط بنزين البنزين اللي فاتت دي، مش مشكله بقى. كشري الرحماني. بص الشغل، شايف الجمال؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ انا مش على الفاكهه، على الشغل اللي هو عمله صراحه. عايز راجل فنان، راجل دماغه عاليه قوي 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 قوي. مخبز لوكس، صيدلية مصر. وش صيدلية مصر يا جماعة في مسجد جميل جدا، ده مسجد عمر بن الخطاب. عربياتا كده يا جماعة، احنا في الخلفاوي. بيتزا هات طبعا كده. انا في الخلفاوي، لو كملت على طول اطلع بقى الكورنيش واطلع المظلات. لو دخلت يمين اللي جاي ده اطلع الزاويه واطلع على الشرابيه برضه. دي محطه مترو الخلفاوي يا جماعه، محطه مترو الخلفاوي اللي عدت. كافي اند ريستوران اتوال، سعادتك هي سعادتنا. تن 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 تن. بنك التعمير والاسكان اهو يا جماعه في ميدان الخلفاوي، عشان في ناس ما كانتش عارفه هو فين. مطعم حضربوت واكسلانس، عزيزي الاكسلانس. اهلا وسهلا بكم، يا ريت لو سمحت ما ننساش اللايك الشير السبسكرايب يا اكسلانس. اوكي اكسلانس، طبعا كده في ميدان الخلفاوي، ولو كملت على طول كده هطلع على المظلات. احنا طبعا يعني جنب المظلات على طول يعني. طبعا كده بقى انا اطلع على موقف عبود. المخبز ده اهوت ماركت الميري، الميري ميري يعني.
كده انا هطلع على عبود يا جماعه. كمان عندك هنا اهي دي مدرسه شبرا الثانويه التجاريه العسكريه بنين جنبيها على طول هتلاقي نادي اسكو. ده نادي اسكو يا جماعه. طبعا على طول كده تطلع على موقف عبود تخش يمين تطلع فين؟ تطلع على احمد حلمي، تطلع على الزاويه، تطلع على الشرابيه. ايه رايك تحب تطلع على فين؟ طيب تعالى تعالى نطلع عند كوبري ابو وافيه كده. طبعا التصوير بالليل مع الكاميرا الجديده يعمل شغل جامد بصراحه. يعني انا حبيت الليل، حبيت تصوير الليل. والليل الليل الليله ما يمنع، وكمان الليل ابوك مجنون. معلش يا جماعه انا بيجي عليا وقت كده وبهيس، يعني محدش ياخد في باله. يعني طبعا كده انا طالع على كوبري ابو وفيه. طبعا اخر الشارع ده اللي انا فيه ده شمال يطلعني على كوبري ابو وفيه. لو دخلت يمين وكملت على طول يطلعني على الخلفاوي تاني. انتي فهمتوا حاجه؟ انتي مش فاهمك اي حاجه. مستشفى الفتح اللي في الخلفاوي. لو كملت على طول كده العربيات دي اطلع على ايه؟ على الخلفاوي. ادخل شمال كده انا. لو دخلت انا بقى يمين من هنا اطلع على مستشفى الادويه، اطلع عند ميني تسيرك. الليل 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 ما يمون. عندك هنا كازيون، كازيون ماركت، كازيون بيتزا الاليوبي، اليوبي سكرة. طبعا هتلاقي معظم المحلات قافله دلوقتي يعني، بس بص الجمال والحلاوه. شايف يعني المنظر، المشي، الروقان، راحة البال. انت رايق وانت بتتفرج ولا متضايق؟ لو رايق ادينا لايك، متضايق دوس سبسكرايب. لا رايق ولا شاير. هقول لك ايه تاني؟ طيب اعمل معاك ايه تاني؟ يعني مش عارف بصراحة. اجيبك يمين تجيلي شمال، اجيبك شمال تجيلي يمين، انت عايز ايه بالظبط؟ ده كده كوبري ابو وفيع. ممكن اعديك؟ ممكن اعديك؟ ممكن اعديك؟ ثانك يو فيري ماتش، انت راجل جنتلمان. اول نزله ده يا جماعه تنزلنا على الشرابيه. تعالى اما ننزل الشرابيه. احنا نزلنا قبل كده الزاويه، ننزل المره دي الشرابيه. ده قطر سكة الحديد بتاع اسكندرية اللي جنبنا دلوقتي على بعد السوق ده. اول شارع شمال، اول ما تخش ما تنزل من على الكوبري في اول شارع شمال هتبقى في الحته اللي احنا فيها دلوقتي دي. شايف الجمال والحلاوه والروقان؟ شايف يا نهار ابيض ايه الجمال ده؟ انها القاهره يا ساده، يا سكر زياده. اصحى يا نايم وحد الدايم. تحسني مسحرات يا عزيزي المشاهد.
يا سلام 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 لم لم طبعا بين فصل الصيف والشتاء كده لازم ايه يبقى في كحتين تلاتة كده عشان ايه تعرفهم ان انت عايش. طبعا على طول كده يا جماعة انا هطلع على المزلقان بتاع الشرابية، مزلقان السكة الحديد اللي هو من خلاله اقدر اطلع على اسم الشرابية، اطلع على غامرة، اطلع على شارع بورسعيد، مستشفى اليوم الواحد، المناطق دي كلها. طبعا انا بدخلك الشوارع كده من المناطق يعني من بره بره كده، ما بلفش معاك في شوارع داخلية ولا اي حاجة يعني، لان انا النهارده انا يعني ايه بفسحك انت فاهم يعني، دي كده فسحه، انما الشوارع الداخليه بقى وده شارع كذا وده شارع كذا دي بقى ده شغل، ده مش فسحه، انما كده انا بفسحك، فانت مش من حقك ان انا ادخلك شوارع وابهدلك معايا جوه في الشوارع المكسره وتتعب مني وانا عارف ظهرك وجعك وماشي بالمسكنات، خلي اليوم خفيف خفيف حلو كده، عايزك تزق معايا اليوم، زق الحلقة معايا يعني، دوس لايك وسبسكرايب وشير لو سمحت، لو سمحت قدرنا وبلاش تكدرنا. آه يا بلد. طبعا هو الطريق هنا رايح جاي، بس هي المشكلة في ايه بقى؟ يعني التراب وحتة مكسرة على جنب اليمين والناحية التانية كذلك الأمر، يعني أنا ماشي أنا عايز أمشي في النظيف واللي جاي برضه قدامي عايز يمشي برضه في النظيف، فبنزنق على بعض أو الحوال لحد ما تحس يعني ايه تحب حاسس إن أنت المرايتين هيلزقوا في بعض، المرايتين هيخبطوا في بعض كده، ساعات بتحسها كده إن أنت خلاص أنت هتلبس اللي جنبك بس تلاقي سبحان الله عدت بسلام وأمان. ده ان انت يعني ايه الاحساس ده جاي لك علشان انتوا الاثنين مفيش شعر بينكم وبين بعض كده والمرايتين يسلموا على بعض. فيا جماعه مش مشكله يعني، معلش لما نمشي بالمكسر حته صغيره بس يبقى في مسافه في النص كده يعني، حرصا على سلامه السياره. سيبك من السواق، السواق مقدور عليه. دلوقتي يا جماعه انا عند مدرسه ابو بكر الصديق الاعداديه، كده انا في الميدان. الميدان ده بقى الله اعلم اسمه ايه، انا مش عارف بصراحه، ودلوقتي الساعه 12 وربع 12 ونص، فمش عارف اسال مين بصراحه يعني، مش لاقي حد في الشارع، كلها راكبه عربياتي وموتوسيكلات. طبعا انا نفسي بصراحه كان نفسي ادخل معاك الشارع ده بامانه، مغاره علي بابا جوه، منطقه جميله جدا 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 جدا، الشرابيه على اصولها. ان شاء الله هاجي في حلقه كده ان شاء الله وهعمل برضو عن اتكلم عن الشرابيه واخش جوه كده في الشوارع. لا يا جماعه المزلقان، وحظك حلو بقى ان القطر جاي، شوف بقى ده انت حظك عنب. طبعا في جنزير مربوط هناك اهو عشان ما تقولش بس المزلقان مفتوح ولا حاجه يعني، لا في جنزير اهو يا باشا مربوط، ما تقلقش يعني الوضع تحت السيطره.
دي درجة أولى مكيفة، ودي درجة أولى برضو مكيفة. دي العربيات بقى الجديدة البضايع. ده الزهر كده، ده القشاش يا جماعة اللي عدى ده. ايوه كله بقى يبدا يستهبل، بقى حاسسك ان هو واقف 100 سنه. وش يا صاحبي؟ ثواني انت بقى، انا عديته وهو استناني انت. ينفع كده يعني؟ الله 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 الله، ايه اللي بعزاء اللي انا كنت فادي؟ هنخش انا دلوقتي شمال علشان يعني نطلع نشوف بقى نطلع على فين بقى. ممكن نطلع نتفرج كده على ناحيه غمره، وانا كانك راجع على نفح حمبدا وتاني. لا خش بقى شمال المره دي، يعني دخلنا احنا المره اللي فاتت يمين بس مش من هنا، يعني دخلنا نفح احمد بدوي. هنخش المره دي شارع بورسعيد، بس منين بقى؟ هقول لك انا، من عند مستشفى اليوم الواحد كده. الشرابيه يا رجال، ده سوام، ده حياتي الحسيني جنب كافيتيريا الامام. جنب كافيتيريا الامام في سوبر ماركت صغير كده يا جماعه، بيبيع حاجه ساعه ساعه قوي 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 قوي. ده الجامع الابيض يا جماعه اللي في الشرابيه. وده كشري المجانين. طبعا كل شارع هنا ليه حكايه. ده بقى الحلويات، المعليات. تجار الخشب، تجار الموازير، تجار المعدات التقيلة. معلمين السقالات. معلمين الخردة، معلمين البراميل، وانا وانت. ناس دي الله يعينها والله، فعلا في ناس بدأها من مش من الصفر، ده تحت الصفر ماينس 100. حديد خرده اهو، لسه داخل اهو. طبعا لو دخلت يمين من هنا كده اسم الشرابيه، ومن اسم الشرابيه
على غمرة. طب انا ايه اللي دخلني اسم الشربيه والغمرة انا والكلام ده؟ تعال نخش شمال كده ونطلع من عند مستشفى اليوم الواحد على شارع بورسعيد. من شارع بورسعيد ايه بقى ربنا يسهلها هناك. طبعا يا جماعه الدنيا هوسي 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 هوس بس 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 هوسي 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 هوس بس 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 زي ما انت شايف يعني. لونا مصنع لونا اهو يا جماعه، عشان اللي عايز يشتري يشتري من مصنع لونا عدل. وفككم اللي بيشككوا ده، عشان كفايه كلام كتير على ولا بلاش عشان بتتقمصوا. هي مش الخرفان دي كانت بتاكل بالنهار؟ هي ايه ليل ونهار كده تاكل من الزباله؟ معدتهم هتلاقيها نحست. بس والله برضه بياكلوا اكل نظيف، ما بياكلوا الاكل اللي احنا بناكله يعني، البوايا بتاعتنا. ولا انت شايف ايه؟ اصل لو فكرت بطريقه سلبيه ما انا مش عمره حاطه في بقي، لازم نفكر له بطريقه ايجابيه برضه. يعني برضه لازم نعرف ان الاكل اللي بياكلوه برضه اكل نظيف. ده ملعب العبور يا جماعه، وجنبيه على طول الملاهي. ملاهي بص يعني عبور لاند. هي مش عبور لاند دي كانت جبنه؟ ايوه تاكس. هنشوفهم رايحين فين. تاخد كام من هنا لحد الكابلات؟ بص انا شغال بالعداد. يعني هيعمل كام يعني؟ انت عايز تدفع كام؟ اللي هو يقول لي بس. انا مش عارف. انت تقول لي. انت عايز تدفع كام طيب؟ يا عم لا اله الا الله. سيدنا محمد انا هاخد 50. قول لي يا طب كام؟ هاخد 50. ليه يا عم؟ 50 اللي جايبنا من السلام ولا ايه؟ طيب ما انا بقول لك تدفع كام؟ هو 30 هتودينا؟ تعالي. 25 كمان. الله. ايه قالت 30؟ هشوف قدام. اوعى تعالى انزل يلا. يلا